في ايه يا غالية؟ ايه وانا في ايه؟ وانا جبت لك الماز ولا ايه؟ كانت المفاجأة قاسية على ملكة، مش متوقعة خالص ان انا اروح اجيب لها بوكي ورد عشان خاطر هي مكتئبة بسبب امتحاناتها. رحت عندنا باب اللوق، دخلت عند عم ايهاب بتاع الورد. عم ايهاب على فكرة يا جماعة من احسن الناس اللي عندها ورد بجد في مصر، تما حاجة كده بجد بتبقى ريحتها حلوة، الوان جميلة، وعنده دباديب، يعني من الاخر كده عايز تخلي حبيبتك تحبك روح على عم ايهاب على طول. رحت على عم ايهاب قلت له بص يا عم ايهاب، نقي لي بقى كده حاجة تليق بملك وتليق بيا. قال لي تعال. بص انا عايزها، هي مخنوقه عايزه تشوف البوكيه خلاص، انا عايزه توصل الدنيا باللي في ايه حاجه من ايه. قول لي انت مثلا الاسعار، قول لي مثلا كده كذا كده كذا كده كذا. خلاص اتفقت على الورد، ببص جوه ايه ده، حاجه لفتت انتباهي. دي يا باشا دباديب، اجيب بقى دبدوب بقى فاهم. خلاص بقى طالما جايبين ورد احمر وبتاع يبقى نجيب دبدوب احمر. قعدت افكر وافكر لحد ما لقيت الدبدوب ده، الدبدوب الاحمر ده خدته. سالته بكام، جبنا الدبدوب مش عايز ياخد حسابه، بيقول لي عشان انا بحبك انت ومالك يا رب تتجوزوا، اعتبر ده كادو الخطوبه بتاعتكم. كده بقى احمر، لا قول لي الاولانيه خالص كده، لو انا جبت احمر حب تمام، اصفر غير تمام، يعني بحبك وبغير عليك. الله. لا بس تسلم ايدك بجد والله، مع بعضنا تمام. انت في البيت خلاص يا ابني، هو تفتكر انت فعلا يا ابني؟ ايوه يا اخواتي، ولا تعمل ايه؟ استدعوا لها بأتلوشي. يا سلام عليك يا عم ايهاب على لفة الورد بتاعك، لفة الجاتو، لفة البسبوسة يا جماعة، مش ورد عم ايهاب. عسل اللي احنا فيه ده، انت بتطلب معايا بيه ها؟ انت بروف ها؟ انا الراجل ده وقته يا راجل زفت، اقسم يا راجل زفت. ماشي حبيبي، تسلم يا حبيبي. خش بقى مع الاخر. ماشي يلا بس حلو، هات لي حركة جديدة. وهنا بقى عم ايهاب بيقول لنا في حركة جديدة جامدة قوي يا جماعة، ربطنا الدبدوب في البوكيه على سن امه لوكشه واحده كده، وبعديها كمان قال لي بقى هنا ما يجراش حاجه، لو حطيت مصاصه في وسط البوكيه هتحبك قوي. ما صدقتوش، بس بعد ما حطيت المصاصه جوه البوكيه حصل ده. شوفوا يا رب اللي انا عملته يعجبها. بص البوكيه عامل ازاي، يا نور يا جماعه هتعمل ايه؟ ركز السواقه، ركز السواقه، هوريكم كل حاجه هتحصل. جاية دلوقتي، بصوا يا جدعان، هي دلوقتي داخلة عليا من هناك. بصوا بقى يا جماعة اللي هيحصل. غمضي عينك، غمضي عينك، ما بهزرش. طب غمضي عينك والله العظيم، غمضي عينك، غمضي عينك، ولو فتحتي ورحمة أمي هزعل منك ومش هكلمك أبدا. رحمة أمك ما شايفة. ماشي غمضي، ما تفتحيش، فتحي عينك. أنا عارفة، فتحي. طيب الله، شوية اقسم بالله عيط يا روحي. وحياة امك قولي انك بتحبيني قدام الناس، تتجوزيني؟ موافقة. وحياة امك عجبتك؟ يا خبر، يا خبر، والفليفر ده انا بحبه قوي، ده ليمون صح؟ حاسك مخنوقة؟ انت هو ده اللي اخرني. اه يا قلبي، ما دونا ما دونا يا جماعة، طعفة.
بجد عجبتك برجولة؟ أوي أوي بجد والله البوكيه الجميل ده كان مفروض يا لهوي. شكرا والله شكرا. اقسم بالله انا عمري في حياتي والمصحف والمصحف الشريف عمري في حياتي ما حبيت بني ادم ما حبيت البت ملك. يعني انا وليد ينزل يبقى زي العلم ملزق يجيب ورد كده بدوب يا روحي داري باب يا روحي. هتتجوزيني ولا لا؟ هتتجوزيني ولا شايف لا؟ ده؟ شايف ده؟ شايف ده؟ ايه رايك فيه؟ عادي عادي. ايه؟ ده حلو قوي. تتجوزيني انا خلاص تتجوزيني؟ مبسوطة وغلاوة امك بجد جدا بس كده عشان هديتك ده حتة بوكيه ورد يعني بتاع ب 1000 وي يعني الفوي احنا هنكدب ولا ده كله على بعضها ما كملش 300 جنيه 300 جنيه 300 جنيه مين يا حيوان انت؟ قول لي ايه اللي ب 300 جنيه؟ اسمعوا يعني انا اصلا كنت مستخسره في امك من الاول اقسم بالله عشان اعرف انك هتقعدي تقولي ب 300 وفعلا 300 جنيه دلوقتي يا باكيتا يا معفنه اخسى عليك يا كمل جبرتك للاخر ده انت جربان نمسك الوالد مش عايزاه خلاص بس اهم حاجه نحترم بعضينا فاهمه في حاجه اسمها احترام خمن كده سعرها الدبدوب ب 200 والورد ب 100 حرام عليك ظلمت الورد الورد كان سكت على البيت خلاص الورد اللي ب 200 يا عطفو خلاص يبقى الورد ب 200 والدبدوب ب 100 هو لو عطفو فعلا مش قول لي بقى دي ب 5 يا طب ما وصلت انا عارفاك ده كده كان عند واحد صاحبك قلت له بديك الفلوس انا يا معفنة الغي الخطوبه لا بهزر بقى كنسل الخطوبه يا جماعه هاتي ريتنج للمفاجاه دي هديها 10 من 10 بجد ماي فيفورت مان عشان خاطر المصاصه دي يا جماعه والفليفر هو عارف ان انا بحب الفليفر دوت اللي هو الساور فبجد بس هيبقى عامله المصاصه دي بكام ب 10 جنيه ب 310 10 جنيه استنى كده 4 جنيه ب 6 جنيه خلاص يبقى 304 معلش فانت حبيبي والله شكرا قدام الناس كلها وعارفه ضعيات وعلى اللي شايفين واللي سامعين شكرا تحب تقول حاجه؟ والله شكرا ايه حب اقول هي كل حاجه في حياتي بندقيتي اللي من غيرها ما بعرفش اعمل ايه حبيبي والله يا جماعه كنا هنشيل الناس ايه في الاسلام انت اللي قفلت الفيديو؟ لا امال ايه؟ اتقفل؟ عادي عادي فداك فتحته تاني فتحت الفيديو تاني عادي فداك والله العظيم هعيط لا حول ولا قوه الا بالله مالها دي الله انا هسميه 7 هتسميه ايه 7 يا ريتني ما جبت الهديه بصي 7 بيقول لك ايه مالها عجبوكي بجد ولا يعني مبسوطه جدا يعني انا قدرت افرحك ولا انت ما انبسطتيش بقى معنى قولي الصراحه اتبسطت جدا 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 من اعماق قلبي والله العظيم شكرا والله انا بحبك قوي ايه ده؟ موز انت الولد دي اقسم بالله كانت اقل حاجه جبت اقدمها لك اقسم بالله عشان بس انت فتره امتحانات انا عارف انت تعبانه قد ايه ومخنوقه ازاي فجيت لك عشان اخرجكم اللي انت فيه يعني انا بصوا يا جدعان انا هسمي انا كنت ناوي اعمل والله برضو ما كنت ناوي اعمل فلوج بس قلت ايه عشان تبقى ذكرى كده لينا والناس تعرف انا بحب ملك قد ايه بس اعوذ بالله من الحسد عشان الحسد ايه يخش على طول في سيبان كانت تعبانه والمدرسه بتاعتها هي بتمتحن وكده اسمها انا بحب تفل فهي مضغوطه في الامتحانات وعلى طول مش بتنزل وعلى طول مش بتعرف تصور حتى بتنزل يعتبر تصور لي بس ما تعملش حاجه لنفسها خالص فانا حاولت اعمل لها بس ربع حاجه من اللي هي بتعمله معايا يا روحي شكرا والله شكرا معايا هتروحي فين بقى النهارده؟ اي حته لا خلاص اتعشت ها؟ طب قولي بقى نفسك تروحي فين؟ تعالوا ناكل وانا اللي اعزمك تعزميني على اكل؟ اه عند واحد بيعمل برجر حلو في المقطم عربية برجر في المقطم عربية برجر في المقطم؟ اه طيب لا بس تعزميني دي صعبة شوية انا اعزمك ايه انا الراجل وبعدين وريهم الدبلة ايه ايه شايفين لسه اصلا ما لسه مش حاجة وقلت بس اعرفكم بس اللي هيحصل
اقسم بالله اعمل لك خطوبه يا نهار اسود. هجيب لك ده انا هجيب لها الصور. بص قدامك يا صاحبي. بص تحبني جدا. واللي بحبك يا وليد قدام الناس. بحبك يا بابا قدام الناس. استنوا بلوك جديد يا جدعان مع مفاجآت ملك وليد ومقالب ملك وليد. باي.